الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. وقال أيضا القديس أباؤور: عندما تريد أن تخضع أفكارك العالية المتكبرة افحص ضميرك بعناية. هل حفظت كل الوصايا؟ هل أحببت أعدائك وكنت مترفقا بهم وفي بلويهم؟ هل اعتبرت نفسك عبدا بطالا وأردأ من كل الخطاة؟ هل أكملت بالحق جميع متطلبات الفضائل النسكية؟ فإذا وجدت أنك فعلت هذا كله فلا تفكر في نفسك أنك صنعت كل شيء حسن، بل تأكد أنه حتى التفكر في ذلك محطم للنفس تماما ويجعل جميع الفضائل بلا فائدة. أباؤور هنا بيدينا درس مهم جدا لحياتنا الروحية، إن كل واحد فينا بيفتكر في نفسه إن هو عمل كل الفضائل وسلك في كل الطرق وسلك مسلك بحسب وصايا الله. كل ده في الآخر ممكن يؤدي بعد كل ده إن يبقى عندك روح تكبر، روح ذات، روح كبرياء. عشان كده يقول هنا أباؤور: عندما تريد أن تخضع أفكارك العالية المتكبرة افحص ضميرك بعناية. افحص نفسك، انت ليه بتخدم؟ ليه بتخش تقف في التسبحة؟ ليه بتحضر قداسك بانتظام؟ ليه بتحاول تنفذ الوصايا؟ ليه بتحاول تعيش بحسب فكر المسيح؟ تقول لي يا ابونا هي دي حاجة وحشة اني اعمل كده؟ اقول لك لا، بس أباؤور هنا اثار الكل بهذا القول، واثارني انا شخصيا لما قريته، ان ممكن يكون واحد فينا واقف بيصلي، واقف بيسبح، واقف بيمجد الله، واقف بيسجد، واقف بيشكر، واقف بيرفع قلبه أمام الله بسجود وعمل لأجل مجد اسم المسيح، ويكون في الآخر بيمجد نفسه، بيمجد ذاته، وعنده كبرياء ومش فحص نفسه بأمانة، ويكون كل ده في الآخر تكبر وبر ذاتي، فيكون لهلاك نفسه بدل لخلاصها. عشان كده في أول القول يقول أباؤور: عندما تريد أن تخضع أفكارك العالية المتكبرة افحص ضميرك بعناية. يعني لو أنت حفظت كل الوصايا وأحبيت أعدائك وشفت نفسك أن أنت عبد بطال وأكملت الحق في جميع متطلبات الفضائل، وبعد كل ده وجدت نفسك كأنك أنت صنعت كل شيء، تأكد أن التفكير ده محطم للنفس تماما ويجعل جميع الفضائل بلا فايدة، لأن كل ده في الآخر وصلك لبر ذاتي، وصلك أنت أحسن من فلان الخاطي وفنتي أحسن من فلان الخاطئ، وصلك ان انت افضل من فلان واحسن من علان، وصلك لمنظر بهائي تشوف فيه نفسك: يا سلام، ده انا حلو، ده انا حلوه، ده انا كويس، ده انا كويسه، ده انا افضل، ده انا احسن. وهنا تتحقق الايه اللي بتقول: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. فلننظر يا احبائي ان لا نكون نسعى في طريق الفضيله لاجل مجد انفسنا، بل لأجل أن نكون خاضعين في المسيح، ويكون الاتضاع هو أول فضيلة تسبق كل فكر وكل عمل في المسيح يسوع. ويقول برضو القديس أباؤور: في كل التجارب لا تشك من أحد آخر، بل قل في نفسك: هذه الأمور حدثت لي بسبب خطاياي. لما يحصل لك تجربة أو أزمة أو ألم وتعب جه حواليك من ناس، بدل ما تدينهم وتظهر أن أنت بريء وتحاول تثبت حقك، قل لنفسك: أكيد ده حصل لي بسبب خطاياي. وقعد مع نفسك وقدم توبة، وصلي من أجل نفسك، وصلي من أجل الشخص اللي أخطأ في حقك. وقال برضو أباؤور: إذا رأيت أنني أفكر بطريقة معادية لأي إنسان فأعلم أنه يفكر بنفس الطريقة. لو أنت شفت إنسان بتفكر عنه بطريقة معادية، طريقة فيها قوة، فيها شر، فيها غضب، أعرف إن هو كمان بيفكر بنفس الطريقة، فهل أنت تتشبه بفعل وفكر المسيح وتحبه وتغفر له، ولا تفعل زيه وتسلك في طريق الشر وتفكر بفكر إبليس إنك تعادي الإنسان اللي خلق الله على صورته ومثاله؟ بركة القديس الأباؤور تكون معانا، ولربنا المجد الدائم أبدياً.